في الحقيقة مشاهدينا من 2000 أو بداية سنة 2000 ابتدت تظهر كده بعض الفرق المستقلة في المزيكا، وابتدى يبقى ليها جمهورها الخاص. ومن الفرق دي اللي يعني لقت إقبال كبير جدا وحققت شعبية وجماهيرية كبيرة جدا كانت فرقة مسار إجباري، اللي ابتدت من سنة 2004 لغاية النهاردة وهي محققة نجاحات كبيرة جدا جدا. هم في الحقيقة بيستعدوا لإقامة حفل غنائي كبير ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العالمين، وفئة كبيرة جدا من الجمهور بينتظروا الحفل اللي مقرر إقامته يوم 16 أغسطس المقبل في تمام الساعة 10 مساء حتى 12 بعد منتصف الليل. من المفترض أن مسار إجباري تقدم خلال الحفل بعض الأغاني اللي اشتهرت بيها، منها ألبومها الأخير اللي كان اسمه نص الحاجات، وبيتضمن 5 أغنيات بعنوان نص الحاجات وشكرا وبقيت غريب بكلمة وآسف. مسار إجباري تعد من أشهر وأقدم الفرق الغنائية المستقلة في مصر والعالم العربي كله، وبتمتد رحلتها لأكثر من 17 سنة، لأنه كان في من 2019 يمكن ده كان آخر سنة هم نزلوا فيها ألبوم، وحصلتها 3 ألبومات. خليني أقول إن الألبومات بتاعتهم دي حققت يعني نجاحات كبيرة جدا، تقرأ الخبر وتقع وتقوم، والألبوم اسمه الألبوم، ومن أبرز أغانيها كانت نهايات الحكاوي وصباحك، وانتهت مؤخرا كمان من تسجيل ألبومها الأخير والرابع واللي مستنيه عدد كبير جدا من جماهيرهم. خليني دلوقتي أرحب بهاني الدقاق، طبعا عضو فريق مسار إجباري اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. يا مساء الخير عليك يا هاني، وألف مبروك على أنكم النهاردة بتتموا 20 سنة. شكرا، اهلا بيكي. اهلا بيكي، شكرا. تمينا 20 سنه كده مره كتير صح؟ كبرتوا. لما قالوا لي الرقم الحقيقه مره واحده كده قلت لهم بقى لنا 20 سنه يا جماعه، بس كانت 20 سنه حلوه الحقيقه. احكي لي، كنت يعني اول ما ابتديتوا كده في 2004 وانتوا كنتوا لسه صغيرين اكيد، هل توقعت ان انتوا تحققوا النجاح الكبير ده مع ان انتوا ليكوا جانر مختلف في الاغاني؟ الحقيقه يعني احنا سعداء بالحته اللي احنا موجودين فيها، والنجاح اللي حصل احنا يعني حاسين ان احنا مبسوطين ان احنا عندنا جمهورنا اللي واثق فينا واللي بيحبنا وبيحب المزيكا بتاعتنا، ونتمنى ننجح اكتر من كده كمان ونوصل لاعلى من كده ان شاء الله، والعالميه كلها ان شاء الله. هاني، انتوا ده تاني مشاركه ليكوا في مهرجان العالمين، انتوا شاركتوا السنه اللي فاتت، احكي لي ايه المختلف اللي انتوا عايزين تقدموه السنه دي؟ يعني انتوا يومكم بيوافق يوم سعاد ماسي، وانا كنت عارفه كده ان انتوا كنتوا عايزين تعملوا عمل مع سعاد ماسي لكن ما توفقتوش فيه، فاحكي لي ممكن تعملوا ايه وايه المفاجاه اللي ممكن تقدموها؟ هنحرقها الحقيقه. احنا 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 كمان احنا هنكون 3، احنا سعاد ماسي وحمزه نمره طبعا، واحنا هنكون موجودين. احنا اصدقاء، احنا 3 من زمان نعرف بعض من زمان، وابتدت كده تحصل شويه مكالمات ما بيننا كده ايه اللي ممكن يحصل، ولسه يعني موضبين شويه مفاجآت كده، احنا نفسنا ايه لسه بنظبطها لكم عشان تبقى يبقى يوم لذيذ. يعني احنا متحمسين له جدا، واحنا بنحبهم اصلا الاثنين جدا، بنحب حمزه نمره قوي، بنحب سعاد ماسي جدا، بنحب مزيكتهم، فافتكر انها هتبقى فرصه ان احنا نعمل حاجه مع بعض احنا الثلاثه لذيذه، والناس تبقى مبسوطه بيها ان شاء الله. طيب انتوا جمهوركم الكبير يا هاني يعني بيسال انتوا امتى البومكم الجديد هينزل؟ انتوا كل شويه تقولوا احنا هننزله لكن بتاجلوه، فاحكي لنا كده، قول لنا اخر ميعاد هتنزلوا فيه الالبوم هيبقى امتى؟ لا احنا لسه ما حددناش ميعاد معين هننزل فيه الالبوم، لكن احنا ابتدينا الشغل فيه، وابتدينا هنخش تسجيل ان شاء الله بعد الحفله بتاعت العالمين ان شاء الله، هنبتدي تسجيل فيه ونظبطه كده، وبعدين نحدد بالظبط احنا هننزل امتى ان شاء الله. طيب هاني، انتوا شاركتوا السنه اللي فاتت وكان في اقبال كبير جدا على حفلكم، احكي لي انطباعك السنه اللي فاتت والنهارده، ايه اللي اتغير؟ يعني السنه دي حاسس ايه الاختلاف لو زرت المهرجان او لو لا؟ احكي لي عن السنه اللي فاتت. السنة اللي فاتت كانت مبهرة بالنسبة لنا، المسرح كان جميل جدا، المكان نفسه العالمين نفسها مدينة لذيذة قوي وجديدة، والبحر بقى والحاجات دي انت عارفة الحلاوة بتاعت العالمين يعني، فكانت اليوم نفسه لذيذ قوي معانا، وبعدين لما رحنا والجمهور كان لذيذ يومها جدا وكان كتير، المسرح لذيذ قوي، حلو، معمول حلو، معمول بسكيلز عالميه،
فالناس كانت نفسها مبسوطه قوي واحنا اتبسطنا. افتكر السنه دي كمان هيبقى احلى كمان من السنه اللي فاتت. متحمس السنه دي بما ان معاك يعني اسمين كبار جداً. كمان جدا جدا متحمسين جدا يعني. احنا يعني منتظرين هذا الحفل اكيد بفارغ الصبر، وعارفين انه هيبقى حفل ليه جمهور كبير جدا، لانه انتوا ثلاث اسامي كبار وجمهوركم كبير جدا، وانتوا كمان كمسار اجباري يعني حجم الجمهور اللي بيحبكم كبير. فاحنا اكيد اكيد هنستنى الحفل ده وهننقله من هنا من عالم العالمين. مشكورك الفنان هاني الدقاق عضو فرقه مسار اجباري.